بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أحباء الأطفال الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم طفلي والقرآن. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. صدق رسول الله. فهيا بنا اليوم لنتعلم أعظم سورة في القرآن. خذوا مصاحفكم واستعدوا. سنقرأ المقطع المخصص لهذا اليوم، قبل ذلك نقرأ المقطع الذي قرأناه بالأمس، ثم بعد ذلك نوضح المقطع المخصص لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أخذنا هذا المقطع بالأمس، واليوم سنكمل البقية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. قبل أن نوضح هذه الآيات، بالأمس تعرضنا في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يخطئ من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يضم حرف النون في كلمة الشيطان، وهذا غير صحيح، والصواب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، البعض يخطئ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا غير صحيح، والصواب أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الطريقة. وأيضا في كلمة الحمد لله، البعض يقول الحمد لله، والصواب الحمد لله. وفي كلمة الرحمن، في آية الرحمن الرحيم، الصواب الرحماني بالكسر، فيخطئ البعض ويقول الرحمن الرحيم، وهذا غير صحيح، والصواب الرحمن الرحيم بالكسر. مالك يوم الدين، فالبعض يقول مالك يوم الدين، والبعض يقول ملك يوم الدين، وهذا أيضا غير صحيح، والصواب قلنا بالأمس أن نقول مالك يوم الدين. أقرأ الألف الذي بعد الميم، وأيضا أكسر حرف الكاف عليه علامة الكسرة، مالكي بهذه الطريقة. كما قلنا، هذه نقرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم، ولا توجد له لا يوجد له إلا وجه واحد، وهو قول مالكي هذه الكلمة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا في هذه الكلمة نعبد، البعض يقول نعبد والبعض يقول نعبد، وهذا غير صحيح، والصواب نعبد. ولا نطيل الفتحة أو الكسرة أو الضمة في بعض الحروف حتى لا تتولد لنا حروف أخرى أو تتولد مدود. فنقول إن شاء الله اليوم بإذن الله في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، البعض يقول في هذه الكلمة الصراط يقرأها بالسين، السراد ويقف بالدال، والبعض يقول الصراط
يقرأ الدال بالطاء، والبعض يقول سراتا سراتا، والبعض يقول، فهذه كلها غير صحيحة هذه الكلمات. والصواب أن أقول اهدنا الصي الصي صاد، الصراط الصراط، صاصيصو صاصيصو، اهدنا الص اهدنا الصراط اهدنا الصراط. وكما قلنا أحبائي الصغار، هذه الألف الصغيرة، انظروا عندكم في المصاحف الألف الصغيرة التي بعد الراء، هذه تنطق ألف، هي ألف، نعم نعم إنها مرسومة ألف صغيرة، ولكنها تنطق ألف بحركتين، يعني بحركتين، يعني أمدها طبيعي ولا يوجد أي مشكلة، فأقول الصراط الصراط. وقلنا في الحلقة السابقة أن الألف دائما يقلد الذي قبله، فإن كان الذي قبله مفخم فخم، وإن كان الذي قبله مرقق مستفل رقق. فمثلا حرف الراء هنا في هذا الموضع مفخم، فأفخم الألف وأقول الصراء الصراء الصراء، ولا أرقق وأقول صراط صراء صراء صراء، لا صراء صراء، أفخم الألف فأقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا في كلمة الطاء صراط ط صراط، د د صراط د صراط ط ط، ووضحنا هذا الحرف في الحلقة الماضية، فأقول طاطيطو طاطيطو، الصراط 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 الصراط، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. نعم، أيضا في كلمة المستقيم المستقيم، البعض يقول المستقيم جيم المستقيم، القاف، ركزوا على القاف، في القرآن لا أقول إلا بهذا النطق، أنطق القا قا قا، المستقيم المستقيم، فأركز أيضا على هذه الكلمة. تفضلي يا رؤى اقرأي لي اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. بارك الله فيك. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط، مرة أخرى جاءت هذه الكلمة صراط صراط الذين أنعمت عليهم، ركزوا على كلمة أنعمت، فالبعض يقرأ النون بالميم أمعمت أمعمت، أو يدغم يقول أنعمت أنعمت، يعني يدغم ولا يوضح حرف النون أنعمت، والبعض يقرأها أحيانا باللام يقول ألعمت ألعمت، وهذا أيضا غير صحيح، فأقول أنعمت أنعمت عليهم بهذه الطريقة. صراط الذين أنعمت عليهم، في كلمة عليهم عندي الهاء، انظروا عندكم في المصاحف انظروا عندكم في المصاحف إلى حرف الهاء، ماذا عليه؟ ما هي العلامة؟ كسرة. كسرة عليه علامة الكسرة؟ نعم. عليهم، فالبعض يخطئ ويقول عليهم عليهم، يجعل في الهاء ضمة، وهذا غير صحيح، فأقول صراط الذين أنعمت عليهم. اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم عليهم، ها هي هو ها هي هو ها هي هو ها هي هو، عليهم 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 عليهم، غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. أيضا في كلمة غير، البعض يقول قير قير، غا غا أغ أغ أغ، غا غا غاغيغو 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 غاغيغو، غيري 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 غيري، المغضوب المغضوب بهذه الطريقة، غير المغضوب المغضوب. البعض يخطئ بالذات في هذا الحرف، حرف الضاء، حرف الضاء طبعا تفردت به اللغة العربية، ويسموها أحيانا اللغة العربية لغة الضاد لغة الضاد، والضاد هنا انظروا عندكم أحبائي الصغار، انظروا إلى حرف الضاد، ليس فيه عصا ليس فيه عصا
لا يوجد فيه العمود فأقول ضاء ضاء، فهذا ينطق غير الضاد الآخر غير الضاد الآخر. سأوضح لكم في هذه اللوحة أحبائي الصغار، انظروا إلى هذه الضاد وانظروا إلى هذه الضاء، انظروا أحبائي إلى هذه الضاء وانظروا إلى هذه الضاء، وستوضح لكم آلاء ما الفرق وكيف تنطق حرف الضاد والضاء. تفضل يا آلاء وضحي للأطفال كيف يقرؤوها. الضاء الذي فيها عصا، أو الذي لا ليس لديها ليس لدي، أيوة الضاد، الضاد التي ليس فيها عصا كيف تنطق؟ الضاد التي ليس فيها عصا كيف تنطق؟ ضاء. انظروا انظروا ضاء. إلى آلاء لا ضاء. تخرج لساني الضاء ضاء 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 مفخم ضاء ضاء. بارك الله فيك. طيب والضاء التي فيها عصا تنطق ضاء. انظروا إلى لسانها كيف يخرج ضاء 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 ضاء. أيوة ضاء ضاء. بارك الله فيكم. مرة أخرى يا صهيب، مرة أخرى كيف ينطق حرف الضاد؟ الضاد التي ليس فيها عصا تنطق ضاء. مرة ممتاز. انظروا لا يخرج اللسان. أيوة والضاء التي فيها عصا تنطق ضاء. أيوة انظروا يخرج طرف اللسان قليلا، لا تخرجوا ربع اللسان، طرف اللسان ضاء. إذن هذا الفرق بين الضاء والضاء، فأقول هنا الضاء المغضوب المغضوب بهذه الطريقة أقرأها إن شاء الله. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. أيضا في كلمة عليهم مثل ما وضحنا الكلمة السابقة، عليهم بالكسرة ولا أقول عليهم عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، عندي هنا في هذه الكلمة ركزوا أحبائي الصغار، ولا الضالين تمد ست حركات، فهو مد كلمي لازم مثقل. هذه الكلمة حتى في الصلاة، حتى في الصلاة يجب علي أن أمدها وأقول ولا الضالين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة ولا الضالين. طبعا كلمة آمين ليست من سورة الفاتحة، ولكن يستحب للقارئ أن يقرأها في الصلاة بعد سورة الفاتحة. وأيضا في كلمة آمين البعض يقول آمين، يمد آمين أيضا ست حركات، وهذا غير صحيح، فأقول آمين آمين حركة فقط، آمين آمين. فنسمع في المساجد المأمومين يقولوا آمين، لأن الإمام يقول ولا الضال ويمد، وهم أيضا يمدوا آمين، وهذا غير صحيح، فنقول آمين بحركتين فقط. إذن سنقرأ السورة. اقرأي لنا اقرأي لنا يا غدير هذه الآية، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. مرة أخرى. صراط الذين أنعمت عليهم. ممتازة. تفضل يا حسن أكمل الآية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز. مرة أخرى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك بارك الله فيك. ركزوا أيضا المستقيم، البعض يقول المستقين من أطفال، مستقين يقرأ بالنون، وهذا أيضا غير صحيح. إذن سنقرأ السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بهذا انتهينا من هذه الفقرة. فاصل ثم نواصل، لا تذهبوا بعيداً.